اهلا بيكم مع زهره جديده من بستان متحدي الاعاقه. اثبت مجموعه من المشاهير من ذوي الاحتياجات الخاصه على تطبيق مقوله ان الاعاقه في الفكر وليست في الجسد. فبالصبر والتحدي استطاعوا انهم يصنعوا من اعاقتهم نافذه بيطلوا بيها نحو المستقبل. مش بس كده، تحولوا نظرات الشفقه الى نظرات انبهار. على سبيل المثال، ستيفن هوكينج عالم فيزياء سمي بقاهر الصعاب وتحدى الزمن، وده لأنه حقق العديد من النجاحات وهو في عمر 21، حيا ليه وكل ذوي الهمم من متحدي الأعاقة.